دكتور بالضبط. دكتور اسمي ما سمعتهوش. طيب ما اخر الصلاة. اسمي محمد صالح ضيف الله. حطيت الغايب ولا ما حطيت الغايب؟ حاطني غايب. خلاص باخذ بعد الحصة بشيل لك اياها. تمام دكتور، شكرا. والله اللي عامل، يا ريت تطفوا المايك يا شباب، ليه تطفوا المايك؟ طب اكزامبل 2 شوي هذا التركيز لانه جديد عليكم فكرته. في عندنا هون برنامج، وهذا البرنامج بدنا نشوف كم بياخذ تايم استخدام ديفرنت مودلز. بس هون في معلومه معطاه لك انه الاريز، في عندنا اري اي واري بي، تعبوا باستخدام كود لايك ذس عشان تعرف الباترن تبعه. في عندك انت طول الاري هي 1000، عبيناها باستخدام هاي اف. اذا كان بار قسمه الاندكس اي على 10 ما بيسويش صفر، بتكون الاي اوف اي بهذا الرقم. واذا كانت تقسم على 10 بيكون هذا الرقم. فطبعا تعرفوا الارقام، من كل 10 ارقام في واحد بيقسم 10، يعني من الصفر صفر بيقسم 10 بدون باقي، بعدين العشرة، بعدين 20، بعدين 30، فكل 10 في واحد بيقسم والباقي بيقسم. فيعني اللي بيقسم هنروح هون، لأنه هون باقي قسمة 10 إذا بسويش صفر بيجي هون. طبعا الرقم هذا زي ما انتم شايفين هذا even number دائما، لأنه هذا even وهذا even، وهذا الرقم odd number فلأنه هذا even وهذا even وفي واحد زيادة odd. It looks like إنه من كل 10 أرقام في 9 even وواحد odd، يعني هون هذول بيقسمش 10 even واللي بيقسم 10 odd. فمعناته كأنه الأرقام عندنا في 9 even، يعني هي المعلومة هي مكتوبة أصلا، يعني الطالب لو ما استنتجهاش مكتوب له. كاتبين as you may figure out this loop generates a fixed pattern of one odd number followed by nine even numbers. يعني عندك واحد odd وبعدين كمان واحد even. هاي الأرقام اللي هي على الأري A. الأري B دائما ثابتة. الأري B دائما ثابتة. بس الأري A فيها واحد odd بس، هو عشان تعرف شكل الأرقام، لأنه بدنا نعمل تشيك على الإيفن والأود لأغراض البرانش. لاحظوا هون هو شو بيعمل الآن، بياخذ ال طبعا هو بضيف 1000 لهذا عشان يعرف البيس ادرس تبع الاري اي. الاري اي موجوده على بيس ادرس 10000، والاري بي موجوده على بيس ادرس 20000. هاي الصفحة. فاذا عرفنا بدايه الاري اي وبدايه الاري بي، فاذا صار ريجستر 1 بأشر على الاري اي، ريجستر 2 بأشر على الاري بي. يعني وبعدين نحط 1000 بريجستر 30، هذا كاونتر ريجستر عشان يعمل اللوب 1000 مره، يعني اللوب 1000 مره. راح قرأ اول اليمنت في الاري اي وعمل له اد مع واحد مشان يعرف انه اذن ولا اد. يعني لما تعمل اد مع واحد هاي الرقم يا بصير واحد يا صفر، تعمل اد مع واحد يعني كل كونك مصفر كل شيء ما عدا اول بت. أول بت إذا زيرو معناته إيفن، وإذا أول بت 1 معناته أود. فهي بس إنه ريجستر 11 الهدف منه نفحصه هل هو زيرو ولا 1، لأنه إذا زيرو معناته الرقم إيفن، وإذا 1 معناته الرقم أود. بعد ما تعمل أد مع واحد شو بضل؟ يا واحد يا صفر بس. بس ريجستر 10 ما بتأثر، يعني فأنت يو بوت ذا ريزلت إن ريجستر 11. بعدين تقرأ البي، تقرا الاليمنت من بي، صار عندك في اليمنت من اي واليمنت من بي موجودات 1 ب 10 و 21. بعدين بشوف ريجستر 11 هذا اللي فحصناه، اذا انه زيرو معناته ايفن، روح على ايفن بارت، يعني هذا الانستركشن بتنفذ فقط لكان ايفن بس. اذا مش زيرو، هذا مش زيرو معناته اود،
فبنفذ هاي. يعني في حالة الأود راح ننفذ هذول التو instructions. طبعا حينط عن هذا لأنه بعد ما ينفذ هذا راح ينفذ البرانش. طبعا البرانش هذا دائما تيكن لأنه قارن زيرو مع زيرو، راح يروح للفينش. إذا من الآن من هون للآخر راح ينفذهم كلهم. بس الفرق إنه هذول التو instructions بس بتطبقوا في حالة الأود، وهذا instruction بس بيتنفذ في حالة الإيفن. يحسب يعني حساب مختلف للإيفن والأود، ما علينا. المش مهم بعمليات الحسابية بقدر ما هو أنه نفهم طبيعة السيكونس of the instructions أن نقدر نفهمه. خلينا نشوف الأسامشنز. كمبيوتر أفرج يعني هو بدنا نحسب الأفرج أبروكس نمبر of cycles required to compute the other machine. كم سايكل هو بدنا نشوف. one cycle penalty for the stall due to data or control hazard. أنه في حالة الcontrol hazard أو data hazard في عنا one cycle penalty. هاي في طبعا هون هاي الون سايكل هاي بس للاسف هاي فقط بس للكنترول هازارد. هاي بس لانه الداتا هازارد بيعتمر انه على الفوروردنج ولا مش فوروردنج. يعني لانه الفوروردنج زيرو ما عدا في حاله البينالتي على اللود، حاله الديبندنسي على اللود دائما يعني ستاندرد. هذا هاي مش جزء من المساله. فإذا الآن السؤال بيقول السينجل سايكل ماشين كم من السينجل سايكل. طبعا السينجل سايكل فيش في ديبندنسي بالمره لانه انستراكشن ما بتخش واحد غيرته هو يخلص. يعني مشاكل الديبندنسي صارت في بس بالبايب لاينينج. فاحنا هذا الانستراكشن اذا انت بدك تبدا من ستارت اب بدك تبدا في عندك اربعه حتى تفل البايب لاين اربعه، وبعدين هاي اذا خمس انستراكشنز خمس سايكلز. وهذا بده one cycle وهذا بده one cycle. هذا فيش فيهم dependency، هذول لأنه مش باللوب، هذول داخل اللوب. اللوب هاي تنفذ ألف مرة زي ما انتو عارفين. هاي لأنه ظل يعمل decrement للكاونتر تصير صفر، بس تصير صفر بيطلع من اللوب. الآن الانستركشن هذا اللود بتنفذ ألف مرة لأنه داخل اللوب، وهذا ألف مرة وهذا ألف مرة. طبعا سينجل سايكل فيش مش نحن نطلع ديفندنسي ولا شيء، وهذا بتطبق ألف مرة. هلا هذا الانستركشن يجي فقط بحالة الأود، والأود نسبتهم من كل عشرة واحد يعني 10% من هذول، فمية مية مرة بس. وطبعا هذا 100 لأنه هذا بنفس هذا الإيفن بتنفذ فقط في حالة إذا كان إيفن هتروح لهون، فهذا راح يتنفذ عدد المرات الإيفن 900. سواء انت كنت في الايفن او اود يو ويل ريتش الفينش. هذا يعني اما توصله من خلال البرانش حتى كان اود، او توصله دايركت سيكونسينج من هون. فاذا هذا كامل 1000 مره حنوصله اني واي. وطبعا ما فيش عليه خلاف 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000. اجمعهم هذول كلهم الارقام، يمكن كان اجنور هذول اذا بدك سبعه مش مستهلك. اجمع هذول بيطلع معك جواب طبعا هو اقل واحد بياخذ السنجل سايكل من ناحيه نمبر اوف سايكلز، بس مشكلته انه السايكل كبيره. بس يعني هو اللي احنا تحسن عندنا بايب لاينينج انه قلت السايكل تايم، بس على السايكلز بده يزيد لانه هون السي بي اي 100% ايكوال تو 1. بس السي بي اي في حاله البايب لاينينج اكبر من واحد لانه في بينالتيز، ما بتمشيش الحياه بشكل وردي. يعني على الـ pipeline machine that is solved for data hazard and predict not taken for a branch. يعني هون نعمل stall في حالة الـ data hazard. بتعرف الـ stall عندنا بكلفنا two cycles إذا كان immediate، وبكلفنا one cycle إذا مش immediate. والـ prediction not taken هون. فكل كل حالة not taken راح يدفع one cycle زيادة، كل واحد حالة taken راح تكون one cycle. هون تختلف عن المسألة الأولى كان three cycles هون cycle واحدة، لأن يعني هون الـ decision بنعمل إذا هنرجع نعمل المسألة هاي ونشوف الداتا هازارد والكنترول هازارد وتأثيرهم على المسألة. طبعا هو نفس الشيء اللي حددنا فيش هازارد، هاي 5-1-1 هو تندوش على حدث سابق. نيجي الآن للود. هذا اللود هو نفس الشيء، هذا ما فيش عليه مشاكل. هذا بيعتمد على ريجستر 1، ريجستر 1 بعيد كفايه في بيناتهم اثنين. فاذا بيناتهم اثنين ما فيش ديبندنسي،
لان هون عندنا 1000 سايكل. بالنسبه للاند اميديت لاحظوا في ديبندنسي مباشره دايركت ديبندنسي، فعندنا في تو بابلز زياده، في عندنا تو سايكلز دوبلز. التو بابلز مع الانستركشن 3 تحكي عن 3000 سايكل. في عندنا تو بابلز في مباشره على بيعتمد على الانستركشن، ففي ديبندنسي ففي تو بابلز ونفس الانستركشن هي 3 ففي 3000 سايكل. هذا اللود بيعتمدش على حدا قبله لانه ريجستر 2 هون فيش حدا بعيد ريجستر 2، بياخذ 1000 سايكل. نيجي على البرانش، البرانش بيعتمد على ريجستر 11. ريجستر 11 في بيناتهم 1 سايكل ففيش ديبندنسي، لانه تذكر قلنا البرانش اذا بيعتمد على الانستركشن اللي قبل اللي قبله ما كانش لود ما فيش سايكل، اذا كان قبل اللي قبله في لود بتضيف سايكل. ليش؟ لانه لما يكون البرانش هذا في الديكود ستيج بيكون هذا في الميموري ستيج، فالفوروردنج شغال يعني ما عندناش مشكلة. بس هون احنا عندنا ما فيش فوروردنج، فاحنا بحاجة لكم من سايكل هنا البرانش هذا. يعني لاحظ انه انت هون شغال على الديكود ستيج، فهون انت ما فيش فوروردنج، فهذا بقدر حيستنى في الرايت باك ستيج. فكم من سايكل بدك يكون انت زياده؟ بدك تحل مشكلته بالديكود ستيج. كم من سايكل؟ هاي شوي تريكي هاي، لانه انت لاحظ البرانش في عندنا 5 ستيجز. لما يكون البرانش ايكوال هون، احنا كون احنا عندنا 1 سايكل بينتي معناته موجود هون. امتى بيقدر يكتب بيقدر هذا البرانش يستخدم ريجستر 11؟ لما يكون الاند موجود هون، لانه ما فيش فوروردنج. مظبوط. الان في عندنا احنا 1 انستركشن ان بتوين، يعني اصلا في اوريدي انستركشن اللي هو اللود هون، ففي عندنا بابل اجباري يكون بابل، مشان هذا لازم يعمل فورد. فانت بحاجه لسايكل زياده هون في الديبندنس، لان البرانش هذا بيعتمد على اللي قبل اللي قبله، فبحاجه لاكسترا سايكل. يعني هذا بيكون في الديكود ستيج، هذا بيكون بالرايت باك، فيش مشكله، احنا قلنا نقدر نكتب ونقرا بنفس السايكل، فما فيش اشكال فيه. إذا أنا بحاجة بس ل one cycle penalty. إذا البرانش في عنده one cycle penalty على كل، فإذا بدل 1000 الآن راح يصيروا 2000 من ناحية الداتا. أنا الجزء الأول أكتب داتا، الثاني كنترول. إن هو 2000 داتا بسبب إنه في اعتماد على اللي قبله. هلا الآن البرانش هذا احنا هنا not taken، بس هو هذا كم مرة taken؟ يعني كم مرة taken هذا؟ كم نسبة التaken عنده؟ قبل شوي حكينا عن هذا البرانش، ترجع تشوف البرانش هذا. هذا البرانش قلنا انه معلش يعني نفس الشيء، مش داعي اروح محل ثاني. هذا البرانش قلنا اذا كان ايفن بيعمل برانش، واتفقنا انه بالنسبه لهذا البرانش في عنده ايفن 9 ايفن وواحدة اود. واحدة اود، والاود اول واحد صراحه. اذا هون صح والباقي غلط اظن، يعني قصدي هذول صح لانه بريدكت نوت تيكن، فبحالة النوت تيكن اللي هو اود بنزل لهون وتيكن. اذا من كل 10 في 9 غلط. اذا في عندنا كل غلط بعطيني سايكل زياده، ففي عندي انا 9 كم مره مر هذا البرانش؟ 1000 مره. في عندنا 1000 هون صح؟ يعني 1000 مره بمر عليه
ولا هي غلط طبعا، اسفين، مو 1000 مره بمر عليه، من كل 10 في 9 غلط، اذا 900 غلط. ولاحظ انه 1000 بس من كل 10 في 9 غلط، مع 900 يعني 0.9، يعني 9 بالعشرة هم فيهم غلط، يعني هم كم من واحد ايفن؟ 900. كم واحد اود؟ 100. يعني هم 100 رقم اود و900 رقم ايفن، كل 900 فيهم ايفن في سايكل زياده، في بينالتي 900 سايكل. هلا هون في حاله الاود انت، هذا بيعتمد على ريجستر 20 و10، وال20 قريب من هذا، يعني بيعتمد على قبل اللي قبله، بدك سايكل زياده، يعني بدك سايكل هون زياده بسبب انه في بيعتمد على قبل اللي قبله، بيعتمد على هذا. وهذا طبعا 100 مره بنوصل على الاود احنا، ف 200 بدل ال 100، عندنا ال 200 هاي 100 و100 للبابلز. شو رايك هذا الحكي؟ في شويه غلط صح، شويه تريكي هاي، لانه ان فاكت احنا البرانش شايف عندها بابل بسبب الديبندنسي، فالبابل هاي خلت الاد هذا بعيد عن اللود، فاذا ما فيش غير 100 مش بحاجه لاي بابل هون، يعني قصد انه مع البابل اللي اضافها البرانش بسبب الديبندنسي صار اللود بعيد. يعني لاحظ هاي الرسمه اللي رسمناها، الاخ اللي هون بعد البرانش في عندنا الاد هذا اوريدي، الاد صار بعيد عن اللود، شايفين في بابل بسبب البرانش جمدناه هون، ففي عندنا فيش ديبندنسي، في تو سايكلز اوريدي ان بتوين. هاي تركي بدها انتباه شوي، اذا فيما يتعلق بالداتا هازارد ما فيش عندنا مشاكل داتا هازارد بالاد انستركشن، وطبعا كنترول هازارد اسمه تبرانش فبس 100. وهذا راح هذا فيش فيه ديبندنسي، في 100 من ناحيه الداتا، لكن هذا دائما تيكن زي ما تشوفين، هذا دائما تيكن فدائما بيغلط، لانه اصلا البريدكشن عندنا نوت تيكن ودائما بيغلط. فهو ال 100 كلهم فيهم غلط، انذر 100 سايكل زياده فور كنترول هازارد، يعني الرقم اللي بكتبه قبل الزائد هو للداتا والثانيه للكنترول. تابعين معي شباب؟ طيب تمام اوكي. دكتور هي تركي شوي، بدها تدقيق كثير، يعني مشان هيك انا هذا ما هذا كان سؤال بامتحان، ما يعني كنا نقول للطالب كل واحد حطه جنبه تبعه يعني رقمه، عشان حسب ما حسبك على المجموع، المجموع صعب يطلع صح، يعني الا الطالب ينسى له وحده يساعد وحده، يعني انا لو احلهم بيومين مختلفات بجوز اتخربط انسى لي وحده، عادي جدا. فمشان هيك يعني مشان هيك يكون اذا طالب بغلط بوحده او شيء ما نخصم العلامات. هون الان بالنسبه لهذا الصب هذا بالايفن، هذا بيجي 900 مره من المرات، بس نتاكد انه في هازارد ولا لا اصلا. هذا بيعتمد على ريجستر 20 ولما يجي بيكون جاي من هون، يعني بيجي على هذا على طول، وهون في بابل فمحلول المشكله، يعني صار بعيد عن اللود اللي بيعتمد على 20، ففي بابل اموره تمام، خلص ما فيش غير هون. هذا الريستور بيجي 1000 مره زي ما حكينا، بيعتمد على ريجستر 2، ريجستر 2 فيش حد قريب عليه، اذا هذا 1000 مره بدون مشاكل. وطبعا ما فيش مشاكل على ريجستر 1، وما فيش مشاكل على ريجستر 2، وما فيش مشاكل على ريجستر 30. هذا بيعتمد على 30 مباشرة، وهذا برانش بيعتمد عليه مباشرة، فبده يتجمد تو سايكل زيادة، يتجمد تو سايكل زيادة. ففي عندنا إذا هون بدل 1000 راح يصيروا 3000، لأنه هو تو بابلز وحاله، هاي 3000، هاي داتا. من ناحية كنترول هذا تيكن كل المرات ما عدا المرة الأخيرة، فهو يعناته 1000 مرة مجموعهم 993 تيكن، واحدة نوت تيكن، الواحدة الأخيرة هي الصح الوحيدة والبقية غلط، فحنحط زائد 999 زائد 999 لأنه وضعت الغلط، ونجمع الأرقام بتطلع معك. ناخذ السيناريو الثاني. السيناريو الثاني انه نستخدم مش ستور في الداتا، نستخدم فوروردنج، ونستخدم 1 بت هيستوري. 1 بت هيستوري تقلد يعني اخر ديسيجن، اول قس نوت تيكن.
طبعا هون لحد الان ما عملناش مشاكل. نيجي على اللود، هاي نفس الاشي، هاي الف مرة تتنفذ. هذا بيعتمد على لود دايركت، فبدك تزيد بوبل واحدة، لان هون في عندي بوبل تنسوهاش. فاذا بدل الف الفين راح يصيروا. هذا بيعتمدش على لود، فخلص الف. هذا برانش بيعتمد على لود مباشرة مع وجود الفوروردينج. انت بحاجة ستيل يعني لو طلعت على الستيجز نتأكد شوف كيف الوضع. حتى لو في فوروردينج البرانش بده يكون هون يضل قاعد يستنى لانه الديسيجن بهاي الستيت، حتى يصير اللود هون. اذا في عندنا تو بابلز، راح سهل جدا دائما تعرف عدد البابلز من خلال تعرف انت وين لازم تكون واللي بده يدي لك وين لازم يكون. فوروردينج اللود لا يمكن يكون جاهز قبل الرايت باك ستيج. فاذا تو بابلز عندنا هون، تظهر فيه تو بابلز، وهذا الرقم البرانش حيتنفذ 1000 مره، فراح يصير عندك 3000. هاي داتا كنترول. كنترول هذا كونه 1 بت هيستوري، هو بتعرفه عنده اول وحده نوت تيكن، وبعدين الباقيات تيكن، لانه بحاله الايفن هيك شكله راح يكون. اول واحده نوت تيكن لانها ايفن، لانها اود شيك. اول واحده اول واحده نوت تيكن اود، والباقي ايفن. فهون طبعا هون حيغلط، مزبوط، وهون حيغلط، وبعدين خلص بده يكرر كله صح. هذا ولما يجي هون بيغلط طبعا، المره اللي بعديها لما يجي هاي بيغلط لانه كان انتيكن انتيكن، فثنتين غلط، واحده لما كان انتيكن واحده اول تيكن. فاذا من كل 10 ثنتين غلط يعني 20% منهم فيهم ايرور. فاذا هون 1000 مره، من ال 1000 مره بيغلط منهم 20% اللي هم 200 مره. اذا بيغلط 200 مره من ال 1000، لانه بيغلط كل 10 ثنتين، ف 200 من ال 1000. طبعا الاداء هاي اصلا بوصلها 100 مره فقط، فيش ديبندنسي على لود. اذا 100 انا ما اطلع انستراكشن مش برانش على طول، بطلع اذا اللي قبله مش لود خلص بلدش عليه، بكتب الرقم نفسه. وهذا حينفذه 100، تنشوف قديش عنده ايرور. صح دائما تيكن، خلاص دائما صح، ما عاد بجوز اول غلطه، يعني اول غلطه بس بغلطها لانه بفترض ما تيكن، لان الانيشال جس نوت تيكن، فبغلط مره واحده والباقي كله تيكن. يعني ممكن سايكل واحده، واذا ما حطيت تاش عادي كلها واحد، لان هون جست وان سايكل اكسترا لاول جس. هذا الانستركشن بيجي اصلا 900 مره وبيعتمدش على لود، فخلص. وهذا بيعتمدش على لود بس بيجي 1000 مره مش 900، لانه سواء اجا مشاهد جمب او اجا دايركت هي كل الحاله. وهذا انستركشن عادي بيعتمدش على لود، هذا انستركشن عادي بيعتمدش على لود، وهذا طبعا لاحظوا انه البرانش لما وصلنا ما قلناش عن داتا هازارد لانه ما فيش فيه ديبندنس. وهذا انستركشن عادي بيعتمدش على لود، وهذا بيعتمدش على لود من ناحيه داتا، بس من ناحيه كنترول هذا دائما تيكن ما عدا اول قس واخر مره، يعني ثنتين بس ثنتين بغلط فيهم. اول مره اول قس بيعمل نوت تيكن بيطلع تيكن بغلط، واخر واحده لما يجي يطلع من اللوب بكون كونه 1 بت هيستوري اعتبرها تيكن طلعت نوت تيكن، فثنتين ما هم بيطلع ان شاء الله. هي يعني ما راح نجيب سؤال بهذا المستوى، يكون جزء منه يعني سطرين ثلاث ونقول لك يعني عدد سايكل، ما جبتيش هيك لأن هذا بخربط كثير في فاريشن. بس أنا حبيت أجيب لكم مثال بحله أصعب شيء ممكن تشوفه، بحيث إنه أصلاً ما بوصل لمستوى إنه يجيك الامتحان هذا الشيء. طب دكتور تفضلي.
البرانش يكوال بايش بتعتمد على اللود قبليها؟ لا بيعتمد على الاند هو مش على اللود. فاحنا حطينا كم من سايكل وبيعتمد على الاند مش على اللود. فخلنا اتاكد والله بظن انه كلامك صح. ما يكون البرانش ايكوال هون نقابل طبعا هون لما يكون البرانش هون بيكون عندنا اللود هون. احنا كم من واحدة حطينا اصلا؟ حطينا ثنتين. زدنا ثنتين. لا احنا لما يكون البرانش هون انا بدي الاد هون تكون الاند اللود هون فعندي بابل واحدة فغلطنا. مظبوط ممتاز نبهت لان بابل واحدة انا بعتمدش على اللود. بابل واحدة انا بعتمد على الاند فاذا بدل 3000 2000 ممتاز. أي سؤال لحد الآن؟ غير هيك؟ أوكي نروح على الكيس الثانية. نفس الشيء بس تو بت هيستوري. طبعاً تو بت هيستوري ما بفرق من ناحية الداتا، يعني الداتا بعدها نفس الشيء. خلينا نشوف إحنا بس البرانشز، يعني أنا خلينا نغير اللون مثلاً. أنا برش. وأشوف وين الفروقات على ال يعني هاي طبعا تكون كله نفسه ما دام داتا نفسه بس ما تغيرش شيء عن هذا بس انه تو بت هيستوري. التو بت هيستوري يعني هون ال 200 هذول شوفوا مثلا هذا السيناريو انه راح يغلط كم مره هو راح يغلط بهاي. وطبعا انت ممكن تبدا من عند سترونج تيكن انت متاكد ان هاي سترونج تيكن فهي راح تكون صح وهاي صح وهاي صح وهاي صح وهاي صح وهاي صح وهاي غلط بس راح ترجع هاي صح وراح يقل له الغلط بنسبة 10% بس وهاي راح ترجع صح. هاي ليش صح؟ لأنه إذا أنت موجود هون بسترونج مثلا تيكن هون بتكون أنت موجود بالويك تيكن وبالتالي النكس جس راح يكون تيكن فراح يطلع صح. فإذا هون بدال المية هذول قديش هذول كانوا 200 غلط شو راح يصير بدال 200 هذا الرقم راح يصير 100 من كل 10 واحدة غلط فعندك انت 100 سايكلز بينالتي. هاي يعني الارقام كلها نفس الشيء ما عاد اللي بدي اغيرهم بالازرق هون من كل 10 بيغلط واحدة بدال 2 فصار عندك 100 سايكل ازدياد بدال 2 نروح على البرانش بس الباقي الداتا نفس الشيء هون انه بدال الواحد حيغلط مرتين لانه اذا هو انيشيالي نوت تيكن انيشيال جس سترونج نوت تيكن فاول ثنتين راح يضل يعتبره نوت تيكن فبدال الواحد راح يحط اثنين يعني غلطتين لانه هو عندك كلهم تيكن راح يغلط بهاي ويحول الويك تيكن ويرد يغلط الثاني بعديها خلاص بصير ويك تيكن وبعدين سترونج تيكن لاخر شيء بغلط باول ثنتين بدال واحد اثنين. والبرانش الأخير هذا إنه هو بيغلط بأول ثنتين وآخر واحدة بيغلط بأول ثنتين صح وآخر واحدة يعني أول ثنتين بيغلط فيهم طبعاً لأن أنت عندك أول ثنتين إنه كلهم تيكن كلهم تيكن بعتبر هاي نوت تيكن وهاي نوت تيكن وآخر واحدة تيكن إذن ثلاث بدل اثنين ثلاث ثنتين بالأول واحدة يطلع من اللوب والأرقام نفسها يعني هون حيوفر هو حيخسر 5 سايكل هون وحيربح 100 سايكل هون فتقريبا راح يقل الرقم عن الأولاني ب 95 يعني ماينس 95 عن الأولاني. هذا بالنسبة للتو بت يعني يعني حاجة للتركيز بس مش علم كثير يعني بس it's good to practice يعني انك فاهم الفكرة وفاهم الديبندنسي ممكن بتصير لها. أي سؤال على هذا الموضوع؟ دكتور تفضلي. هلأ ليش في بين البرانش إيكوال واللود بابل؟ ما هم ما بيعتمدوا على بعض مش في فوروردينج بين الأند والبرانش إيكوال؟ يا هو في فوروردينج هلأ سؤالك يعني أنت بيعتمد على أنه إذا في فوروردينج الاند بحاجه مش بحاجه لبابل يعني احنا
الفوروردنج اللي اخذناه الاصلي اللي فوروردنج عليه اليو، بس اذا البرانش بده يكون موجود في الـ في هاي الستيج وبينتظر الـ الان اللود موجود هون والاند هون، الان موجود في الميموري، بالحاله هاي ما فيش داعي للبابل. صحيح كلامك، يعني اذا في فوروردنج، احنا الفوروردنج الاولاني اللي اخذناه انه هو الفوروردنج على الاي ال يونت، بس اذا عندنا فوروردنج على الاي دي يعني هو مش مذكور صراحه، فبالتالي اذا حط الطالب هنا بابل او ما حط صحيح، يعني يعني هذول ال 2000 او 1000 الجواب صحيح، يعني حطيتي 2000 او 1000 صحيح. ليش؟ اعتبرتي في فوروردنج على الديكود ستيج ما فيش بابل، اذا ما في فوروردنج على الديكود ستيج محتاجين لبابل واحده. واضح؟ لانه انت لاحظه انه البرانش انا بسبب انه في عندي الكنترول هازارد بيقول لي 1 سايكل 1 سايكل، شو معناه؟ معناته الديسجن معمول هون، معناته ما وصل لي اليو، معناته البرانش هو هون بده يجي فوروردنج. احنا الفوروردنج اللي درسناه هون ودرسنا بس ما عملناها بالتبع، بس نفرض انه في فوروردنج على هاي الستيج يصير كلامك صحيح 100%، انه انت اذا موجود عندك الان اللود هون هو اصلا بيعتمدش عليه، وفي عندك الاند موجود هون، الاند في المور ستيج ما عنده مشكله يعمل فوروردنج لهاي الستيج، بالحاله هاي there is no penalty at all. لكن اذا افترضنا ما في فوروردنج على هذا الستيج راح يكون من هون محتاجين من بابل. اذا هاي اللي بيعتبر انه في فوروردنج على الـ على الديكود ستيج بحط 1000، واللي بيعتبر فيش فوروردنج على الديكود ستيج بحط 2000. ف يعني اجابتين صحيحات بالحاله هاي، بس ملاحظتك ممتازه صراحه، واضحه؟ تمام شكرا. لانه نميز ما بين الفوروردنج اللي احنا اخذناه درسناه بالتفصيل اللي هو على الاي ال يو على الانبوت تبع الاي ال يو، بين الفوروردنج اللي حكينا عنه بشكل عام انه في فوروردنج على الديكود ستيج خاص بالبرانش، لانه الديسجن اذا نقلنا على الديكود ستيج بدنا فوروردنج على الديكود ستيج. نعم صح. اي سؤال؟ اوكي خليني انهي. طالب اللي كان حاضر وغايب بعث لي ايميل بظبط له، يعني بلاش ناخر الطلاب مشانها يعني.